مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم ومع رئيس مجلس إدارة معهد دراسات الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا أنت بجامعة الأنديو. بدنا نقول صباح الخير لدكتور نظير حاوي، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. دكتور حاوي، نحن كتير سعيدين باستضافتك اليوم، خاصة أنه بدنا نحكي عن حماية الأطفال عبر الإنترنت، الموضوع يلي شاغل بعتقد نسبة كتير كبيرة من الأهل الواعيين على هالمخاطر، وموضوع يعني مهم جدا انه نكون عم نتناوله بهالوقت بالذات، وان مش عم فينا نكون عم نحمي اولادنا لانه الوضع فرض حاله عبر التعليم اونلاين. صحيح، كتار الاولاد المشغولين كل الوقت على الانترنت والتكنولوجيا المتطوره، وخصوصا هلا بوقت الكوفيد 19 بانديميك، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والالعاب اللي بتوفر لهم فرص متنوعه. بس للاسف عم تقترن بمخاطر كثيره، منا حنقول ما يرى ومنا ما لا يرى. يعني هي مخاطر مرتبطه بالعنف والاستغلال والمحتوى المأذي. يعني بدي اقول لك المعضله الاساسيه هي كيف الاولاد بيمارسوا نشاطاتهم الكامله على الانترنت، من ضمنها درسهم بهالايام ضمن حقهم بالخصوصيه وحريه التعبير، بعيد عن كل هالمخاطر اللي هلا حنتطرق لها. لانه بمجرد ما يطلع الولد اونلاين بيتعرض حقه بالخصوصيه لخطر التطفل. طبعا ما هيك؟ لانه يعني كل شيء بيعملوه الاولاد على الانترنت عم بيخضع لجمع البيانات وتتبعها بهدف تحقيق الربح منها، المينيموم يعني على الاقل بهدف تحديد الربح. هيدا ما حكينا بعد عن المخاطر الثانيه. بالضبط، يعني فهلا ما اليوم بتعرفي مين عم يتبع خطواتهم الرقميه، يمكن يكونوا سلطات معينه، يمكن تكون شركات عم تجمع بياناتهم وتستثمرها، يمكن حتى الاهل والاصحاب عم ينشروا، عم بيساعدوا، يعني عم يكونوا عم ينشروا صورهم ومعلومات عنهم بكل لحظه. فهيدا عم بيعرض الاولاد لهالمخاطر اللي عم نحكي عنها. يعني انا هون عم بعطي وجهه نظري حول هالمعضله، بسميها معضله مش مشكله، بس يعني اكبر كباحث بهالمجال وكبي وحتى جدو، يعني وعم نشوف عم نعيشها لنا فتره طويله، عم نعيش هالموضوع هيدا. دكتور حاول، المشهد قد ايه تغير قبل واليوم؟ يعني خلينا نحكي، ما بدي اقول مع ابنك وهلا مع حفيدك، مع انه اكيد كمان مرتبطين ببعض والمشهد اكيد تغير عليك، قدرتك على السيطره، قدرتك على حمايه ابنك اكيد ما بتتشبه على قدره ابنك على حفيدك، لانه الامور عم تتفلت منا شئنا ام ابينا. حتى الاهل اللي كثير متزمتين وكثير كانوا مانعين كومبليتلي اولادهم يكونوا عم يتعرضوا لسكرين تايم اتليست مش قبل 5 أو 6 سنين، هلا صاروا مجبرين مكرهين. المعهد وعمله من سنين لليوم قبل الاونلاين ليرنينج وبعد الاونلاين ليرنينج اللي انفرض علينا، كيف تغير المشهد؟ هلا المشهد صار اصعب وشائك اكثر، وحتى فهمه مش هين. نحن قبل لما كنا اول ما بلشنا كنا مركزين على الانترنت ادكشن، هون كنا بنقصد فيها انه الالعاب. نعم الالعاب عم بقول لا لا قبل الالعاب اللي كانت حتى. يعني بعد كنا هون عم نحكي عن بس استخدام الانترنت، بس مجرد ما الواحد يفوت يستعمل الانترنت ويصير عنده مشاكل عم تنتج عن الاستعمال ويمكن توصل للادمان. وبالمعهد حكينا عن الانترنت ادكشن وعملنا ابحاثنا وحتى ترجمنا واحد من الابحاث، ترجمنا واحد من السكيلز
الانترنت ادكشن تيست للعربي، ومن وقتها صار في تقريبا شيء بحدود 12 دولة باحثين من 12 دولة عربية مستعملين هيدا السكيل المترجم للغة العربية، وحتى ذاكرين أبحاثنا. يعني كنا بالقبل يعني محدود دراساتنا بشيء اسمه internet addiction أو كمان problematic use of the internet. problematic يعني لما الواحد يستعمل الانترنت بشكل زايد عن الزوم، أو بالوقت المحدد مثلا تنقول للأطفال ماكسيموم ساعة بالنهار، للفئة العمرية الأكبر لل 11 سنة يمكن ساعة ونص. يعني بده الواحد يحدد المدة اللي بيستعملها الولد، وطبعا هذا الشيء بيرجع لكل ولد وخصوصياته. ممكن ولد بعد ساعة يصير عنده إدمان من الاستخدام اليومي، في ولد يمكن بعد ساعتين، حسب كل شخص. فنحن كنا مركزين على الانترنت أديكشن، وانتشر الموضوع بالعالم العربي. وكان في أول دراسة حكينا عنها اسمها Internet Addiction Among Adolescents in Lebanon، اللي هي كانت أول دراسة بلبنان وبالعالم العربي اللي حكيت عن هذا الموضوع. ووقتها كان في Prevalence Rate يعني معين، بس كان كمان انتشار الانترنت بلبنان منه واصل لكل المناطق لكل الناس، فكانت محدودة. بعدين مع الوقت صرنا نحكي عن السوشيال ميديا ادكشن والسمارت فون ادكشن، ونحن حتى بوحده من دراساتنا اللي هلا صارت سايتد يمكن شيء 700 مره من باحثين برا، برهنا انه الاستخدام الغير محدود للسمارت فون ممكن يوصل لستريس وديبرشن وغيرها من المشاكل النفسيه. بس هلا لما صار نحن كنا نحكي عن عدد ساعات معين الاهل كانوا لحد ما قادرين يضبطوا عدد الساعات، بس هلا ما بقى فيك تضبطيه، لانه مطلوب منه يكون معه لابتوب كل وقت ليدرس، مطلوب منه يكون معه تابلت، مطلوب منه يكون معه تليفون ولابتوب ليتابع مع رفقاته، بنفس الوقت يتابع اهله يتابعوه اذا عم بيدرس بالبيت ولا لا، اذا عم بيشتغلوا برا أو يعمل فروضاته مع اللابتوب. يعني الشغلة صارت out of hand بالضبط. وبعدين رجعنا حكينا عن الفيديو جيم أديكشن، وانتبهنا لها كمان إنها هي مشكلة، وكمان ترجمنا سكيل للعربي، وكمان عم ينتشر استخدامه. ومؤخرا حكينا عن سكيل كان الأول بالعالم سميناه داسك Digital Addiction Scale for Children، اللي بيقيس الإدمان على مجمل استخدام التكنولوجي ديفايسز من عمر 8 سنين لعمر 12 سنة. وهلأ في دول كتير عم تطلبوا حتى ترجموا للغاتها لتشوف كمان مدى إدمان أولادهم على هالأجهزة الإلكترونية. هلأ المشكلة إنه هلا بوجود الكوفيد 19 بانديميك، وكيف نحن باللوك داون وصرنا كله بالاونلاين تيتشينج اند ليرنينج، صارت القضيه مثل ما قلنا صعبه وشائكه ومش هين فهمها. يعني خصوصا انه هلا نحن عم نركز على جمع البيانات اللي ببلش من لحظه ولاده الطفل، وكمان الطفل هو عم ببلش باستخدام الانترنت بوقت مبكر جدا من عمره. هلا صاروا ملزمين ليتابعوا دروسهم على الانترنت، فالخطر جاي من تواصل الاشياء ببعض البعض اللي هو عم يتزايد يوم بعد يوم. يعني صار اللابتوب مربوط بالتابلت، مربوط بالتليفون، شو بتعملي مثلا هيدي اللعبه مربوط بايميلك والى اخره. يعني صارت هالاشياء اللي مربوطة ببعضها هالقد صارت مش بس بتعرف عني أكتر من ما أنا بعرف عن حالي، كمان لأنه عم بيربطوا معلوماتي بمعلومات اللي الناس اللي هني بمحيطي. وهيدي عم بتأدي لحجم هائل من البيانات الرقمية يلي عم تتكدس بالوقت اللي وسائل التكنولوجيا عم تتطور أكتر وأكتر. وهيدي كلها عم تندرس مش عم تنجمع بس لتنجمع. يعني
عم تندرس وعم تتحلل، وهيدي بتصير عندنا أسئلة جدية حول خصوصية الطفل اللي هو أكثر شيء فولنربل بهالوضع هيدا. فأنت بتعرف أنه أغلب الأنشطة عبر الإنترنت عم ينتج عنا بيانات ولايكس، وكمان عم بيتم تعقب عمليات البحث على شو بفتش بيعرفوا، وزياراتي لبعض المواقع معروفة أوكي، وهذا كله عم ينجمع وعم ينباع. يعني هلأ نرجع منقول هيدي وجهة نظر، بس الناس عم بيحسوا فيها، ما هيك؟ يعني المستخدمين عم بيشعروا فيها وصارت مألوفة إلهم. يعني ببعض الحالات بتحكي عن، هلأ عم نحكي أنا وياك عن موضوع معين، بعد شوي ببلش يوصلني بالإيميل دعايات مرتبطة بهالموضوع. طيب كيف؟ بالتالي لأنه عم تنجمع كل هالبيانات وعم تتعقب وعم تندرس وعم تتحلل عم تنفهم أكثر الشخصيات اللي عم تستعمل هالويب سايتس أو هالفيديو جيمز أو هالوسائل التواصل، ومن وراء هالشي بيصيروا بيعرضوا علي أشياء معينة، وأنا هون بصير يمكن تهمني لأنه صاروا يعرفوا شخصيتي. ف مش من السهل. دكتور حاوي شو فينا نعمل بليز؟ يعني نحن كأهل مش ايه بدنا نعمل. اول شيء بتبلش لما نحن نعترف ونقرر، انه نقرر مثل ما شفتي هلا انت ام وبتعرفي انه الاهل عم بيشعروا بشكل عام بانعدام الدعم بمواجهه هالمعدلات والصعوبات. ما في اوكي عم بيتعرضوا لها أساسا بكل لحظة أولادهم فيها على الموبايل واللابتوب. فأول خطوة يعني في لازم هو لازم إرشاد الأطفال والأهل، وهذا لازم يكون هدف أساسي. من هيك نحن في أنت أوكي. الأهل مش بس مرتبكين مثل ما أنت عم تقولي، بس ما هني كمان عم بيكافحوا ليتعاملوا مع خيارات الخصوصية المتاحة لهم على التطبيقات الهاتف الخلوي. يعني أنا بنزل ابني أبليكيشن معينة، طب ما أنا بدي كمان فوت على خيارات الخصوصية المتاحة وأدرسها معه أوكي. وهون قرر شو معقول يشكل خطر عليه. مثلا بتنزلي، عم نحكي هلأ بشكل عام، عم بتنزلي تنقول أب معينة اوكي، ما بدك تشوفي شو بدها الاب منك، انه ليش عم تنزل ببلاش عندي، يعني ليش ببلاش؟ ما في شيء ببلاش. فاذا ليش بدهم؟ بقول لك انا بدي منك مينيموم صوره، مينيموم فويس نوت، مينيموم شيء معين، لوكيشن. طيب انا يمكن هذا الشيء ما بيناسبني، انه اذا انا منزل اب لابني ليتسلى بنفس الوقت عم بياخذوا اللوكيشن تبعه لعده اسباب. يعني ما بدنا اوكي، ليش انا بدهم ياخذوا مني مينيموم صوره؟ شو يعني مينيموم صوره؟ صوره بحد بقول لك يلا صوره، بس لا يمكن عم بيجمعوا اكثر. شو عم بيعملوا فيهم؟ ليش بدهم اياهم؟ فاذا من هيك نحن هون عم نحكي بهالموضوع عن موضوع حمايه الطفل وارشاد الاطفال، وهو لازم يكون هدف اساسي مش بس عندنا نحن بانت او بجمعيات اللي تعنى بهالأمر، ولكن عند الأهل. الأهل بدهم يعرفوا أنه عندهم مسؤوليات. كل ما ولد نزل آب بدهم لازم يحطوا الوقت الكافي ليفهموا الخيارات الخصوصية، خيارات الخصوصية المتاحة، وبالتالي ليقرروا أي وحدة منهم بدهم يسمحوا فيها، وإذا ما بيناسبهم لازم يفتشوا أو على آب تانية أو أنه ما يفوتوا باستخدام هالابليكيشن هيدي، لأنه فيها تهديدات سلامة حقيقية. طب دكتور حاوي، خلينا نحكي شوي على نطاق شغلكم بالمعهد كجامعة. نحن أصلا منحترمها ومنعرف قديش عن جد الجهود بكل الديبارتمنتس عندكم جدية، ومنا فقط نظرية أو إلى علاقة بس بالأبحاث، لا، التطبيق على الأرض بالمجتمع
ضروري وانت يمكن اكثر شخص بتعرف انه يمكن الاستفاده من كل الابحاث اللي عم تقوموا فيها ومن كل الدراسات ضروري يكون عم بيتطبق على الارض. كيف فينا نكون للاقصى عم نغير شيء بمجتمعنا بعيالنا بعلاقه اطفالنا او علاقتنا نحن حتى مع هالادمان؟ 100% نحن قلنا الاساس هو الاهل ليوعوا اولادهم، ونحن كمان بنعمل وركشوبس بالمدارس، وكمان عم نطلع على التيفي مثل هلا حضرتكم، كمان عم بتوعوا الناس من خلال الفقره هيدي. وبنفس الوقت في جهات اخرى لازم كمان تتحمل مسؤولياتها، لانه فيها تحد من هالخطر هيدا. مثلا كتار عم بيطالبوا بايجاد حلول تحديدا من مؤسسات القطاع الخاص المعنيه بهيدي الخدمات، يعني بالخدمات المرتبطه بالعالم الرقمي. يعني هيدي المؤسسات القطاع الخاص لها دور كبير فيها، يعني فيها تحد من مخاطرها. حتى في مؤسسات الدولة من خلال سن قوانين القضاء الأمن الصحة الاجتماع، كل المؤسسات إلى دور، يعني هي ما بتوقف بس، يعني نحن عم نعمل أبحاث، نحن عم ننشر الوعي من خلال ورش عمل مع المدارس الخاصة والرسمية، مع كمان الأهل، ومن خلال حلقات تلفزيونية وعلى الراديو، ومن خلال موقع أنت على ويب سايت الجامعة وغيرها. بس كمان هيدا بيبقى عمل جبار ولكن محدود إذا ما طبعاً تعاونت جهات أخرى من ضمن مؤسسات القطاع الخاص وكمان مؤسسات الدولة، لحتى كلنا سوا، ما قلنا غير اولادنا بعد، يعني مش هيك؟ بالتالي كمان كمان نخسرهم، يعني شو بعد شو بنكون عملنا يعني بالنهايه؟ وبعدين الطفل له الحق الكامل، ما هيك؟ والغير منقوص بخصوصيته، هو ما بيفهم هيدا الشيء، يمكن ما قادر يستوعبه بعد بعمره، بس من حقه انه بياناته الشخصيه تنحمى. يعني وهيدا شيء كثير صعب انك تحميها بدون كل هال بده يكون في وعي. نحن اهل بننشر صور اولادنا، يعني بدنا نبلش من هون، من هالشغله اللي كثير بسيطه، من هن وكثير صغار بالضبط، وما بنفكر بابعادها الون تيرم، يعني شو بده يصير بالمدى البعيد وتاثير نشر هالصور وخصوصيه حياتنا والتشيك ان وين ما بنروح 100%، لانه هيدا يعني بيوصل، وحكينا عنه نحن كمان بابحاثنا عن السايبر بولينج، ما بيوصل للسايبر بولينج، وفي كثير حوادث صارت بالاتجاه، يعني بياخذوا صورته وهو صغير وبيستعملوها ليشهروا فيه هو كبير، بشوفوا الباترن وين عم بيروح وين كان يروح، يعني كلها بأي طريقة. ما منه تخصصنا انه كيف هن بيفكروا، بس بنعرف انه ايه في هالشيء موجود، ونحن منا كلنا قدوا لهالشيء هيدا. دكتور نظير حاوي، شكرا كثير لحضورك معنا، على امل لقاءات اخرى كمان بنحكي فيها وبنضوي على عملكم بمعهد دراسات الادمان على الانترنت والتكنولوجيا انت بجامعه الويزه بالانديو. يعطيكم الف عافيه، يعطيك عافيه حضرتك شخصيا دكتور حاوي، واكيد كل فريق العمل يلي عم يعمل جاهدا لحتى نكون عم نحارب هيدا الآفة اللي بعتقد خطيرة جدا جدا بمجتمعاتنا. فاصل ومنتابع لقاءاتنا، خليكن معنا.